السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صفا لاباس؟ مرحبا بالجميع. الوغ صفا، فوز الي بيان، فوز لا. اسكو راكم هنا وراكم تسمعوا فيا. الو، حبيت نتكلم لكم يعني رابيدمون على لا ريتونسيون دو. اوكي صافا، فوز الي بيان. راح نتكلموا على لا كونسوماسيون تاع الماء، وراح نتكلموا على لا ريتونسيون دو. مرحبا بالجميع. يلا نبداو، بسم الله. الو، على بالكم باللي الجسم ديالنا يتكون من خلايا كثيره، والجسم ديالنا لازم له يعني دي زيليكتروليت، لازم له املاح معدنيه، ولازم له يعني شوارد باش يقدر يقوم بمختلف التفاعلات. اليوم برينسيبالمون حبيت نتكلم على شوارد الصوديوم والبوتاسيوم. اوكي، دونك هاد الشوارد اللي اثروا بصفه كبيره على مختلف يعني عندهم ان رول، عندهم دور مهم في الجسم ديالنا. وكي نتكلموا على هاد الشوارد نتكلموا على الصوديوم. كي نقولوا الصوديوم نقولوا الملح، سيل دو سا دو طابل، لانه الملح تاع المائده هو الان اسي ال، الان اسي ال كلورور دو صوديوم، دونك فيه كميه معينه من الصوديوم. راح نبداو نقولوا اسكو الانسان يقدر يعيش بلا ملح ولا ما يقدرش. بالطبع الانسان ما يقدرش، لانه الانسان لو كان ما يعني ينقص له الملح في الجسم ديالو راح يتعرض الى مشاكل كبيره، يقدر يدير له ايبوغليسيمي، يقدر يدير له دي كونفيلسيون، يقدر السيستم النيرفي ديالو ما يخدمش مليح، العضلات يحكمه لي كرومب ما يخدمش مليح. اوكي، باسكو علاش؟ لان الصوديوم عباره عن مكون من المكونات اللي يدخلوا، سي دي زيليكتروليت، اوكي، شوارد اللي يدخلوا ويخرجوا في الجسم ديالنا وعلى مستوى الخلايا. الوغ مش تشوف مش نتكلموا على يعني السوائل في الجسم ديالنا. السوائل نقدروا نلقاوها على مستوى الخليه، صديق الخليه على الداخل، مختلف خلايا الجسم تلقى فيها يعني نواة وسيتوبلازم توسا، ويعني وكل هذه الاشياء اللي تخلي فيها كميه من من الماء. وعندنا الماء اللي يعني السوائل اللي كاين في يعني في الدم. الدم تاعنا يعني هو عباره عن سائل ويتكون من صفه كبيره من سوائل. وعندنا انترتيسيال، سي 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 اللي نلقاوها ما بين الخلايا. الوغ لي زامي، دونك انت الدم ديالك ديجا لا بروميير دي شوز، الناس ديجا راكم على بالكم باللي الناس اللي عندهم لا طونسيون يقولوا لهم خذوا يعني اوكي شويه تاع الملح، ديروا ما تاخذوش بزاف الملح ولا ديروا دومي سيل. علاش؟ لانه لو كان ياخذوا كميه كبيره من الملح، الخلايا الدم الحمراء ديالهم لي غلوبول روج اللي هما عباره خلايا من خلايا الجسم راح ينتابجوا. واش معناها الانتباج؟ الانتباج معناها ان الخليه تنتفخ. شوف، تحكم حاجه كي تحطها في تحكم باغ اكزومبل بطاطا فريت، ولا انت كي تروح للبحر، كي تروح للبحر، البحر الي ايبر سالي، سيتادجير كميه الاملاح في الملح في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الماء تاع البحر عاليه الكميه تاع الملح. وكان تطول انت في البحر، لي زيكستريميتي تاع الجسم ديالك يتكمشوا، صباعاتك يتكمشوا وتحس. لو كان تطول بزاف لابو تاع الجسم ديالك كاع يعني تبدا تتكمش، تبدا يعني تتكمش. علاش يعني هاد 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 هاد, هاد الظاهره تاع يعني تتكمش في المناطق هادو؟ اوتوماتيكمون لانه الملح ينتقل، الماء ينتقل بظاهره الاوسموز، هي ظاهره بيوفيزيائيه للجسم ديالنا اللي يستعمل الدوار الفيزيائيه هذه من اجل يعني لو ترونسبور، نقل مختلف يعني الشوارد لي زيكتروليت، مختلف الاشياء والحاجيات تاعو. دونك الماء ينتقل من اقل تركيز الى اعلى تركيز. كيما تروح للبحر، الماء انتقل من اقل تركيز من يديك الى اعلى تركيز، لانه كميه الصوديوم خارج الجسم ديالك اعلى. دونك الماء يخرج من الجسم ديالك، وكي يخرج الماء واش صرا لك؟ اوتوماتيكمون تتكمش، يتكمش. دوكا كون الانسان دوكاتيك يخرج له من الجسم ديالو يتكمش. بالعكس لو كان الانسان يروح دون ان ميليو
ايبوسالي سي تاجا كميه الملح ناقصه بزاف فيه على الجسم ديالنا، راح الماء يدخل داخل الجسم ديالو لانه الماء راح ينتقل من اقل تركيز لاعلى تركيز. دونك هنا لازم تكونوا على بالكم باللي ليبرتونسيون الانسان كي ياخذ كميه من الملح كبيره، هذا الملح باغ اوسموز الماء راح ينتقل من اقل تركيز الى اعلى تركيز، وكي ينتقل داخل الخلايا الكريه الدمويه الحمراء، هذه الكريه الدمويه الحمراء راح تنتابج راح تتنفخ باسكو انتقل الماء دخل ليها بزاف، وهذا الانتقال راح يخلي الحجم تاعها يزيد بصفه كبيره حتى يولي المجرى تاع الاوعيه الدمويه ما يكفيش. كي ما يكفيش كاينه اون بريسيون ارتيريال، اون بريسيون ضغط دموي على مستوى هذا يعني الشرايين، وهنا الانسان يدير له لا بريسيون تطلع له لا طونسيون. دونك هنا سي جوست لمحه صغيره على لا 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 كونسوماسيون تاع ليكسيد سيل. دونك الملح يقدر يكون على مستوى الدم، يقدر يدخل داخل الخليه، يقدر يدخل داخل الخليه. لو كان الانسان يستهلك كميه كبيره من الملح، هادشي راح يعني تكون عنده ظاهره تاع لا ريتونسيون دو، راح يدير يعني احتباس الماء، لانه لازم ينقص، قلنا الماء ينتقل من اقل تركيز لاعلى تركيز. لو كان كميه الصوديوم داخل الخليه تكون كبيره بزاف، هادشي راح يخلي الماء يبقى داخل الخليه، وهادشي راح يخليك انت تزيد. المهم لا كونسوماسيون لا سور كونسوماسيون تاع الملح راح تاثر عليك بطريقه او اخرى، سواء الخلايا الدمويه راح تكبر، صادق الماء على مستوى الاوعيه الدمويه يكبر، سواء الماء يدخل على مستوى الخلايا. وين كان راهو في الجسم ديالك، اوكي؟ اي دونك دوكو كي راهو في الجسم ديالك، الجسم ديالك راح يتنفخ. كيما انسان اللي يقعد زعما قاعد في بلاصه يعني معينه ما يبوجيش كاع، ما يبوجيش، ولا يعني كاينه اون بريسيون راك قاعد في بلاصه حايط رجليك وما تبوجيش ثلاث سوايع اربع سوايع ورجليك ما ترفدهمش كاع، تنوض تلقى الصباط تزير عليك، الصباط تزير عليك هنا باسكو يا ان مونك دو موفمون الحركه، دونك تخلي يعني الماء يحتبس انتم. احتباس الماء نقدروا نشوفوه بلي انسان كاين مناطق معينه تنفخوا يديك، تنفخوا لي زيكستريميتي. علاش حنا نقدروا نشوفوا رجلينا ويدينا؟ باسكو سي دي زيكستريميتي عباره عن اطراف، والاطراف هادو يعني لا ديفينيسيون تاعهم باينه، سي تادير ماشي كيما لو بغا ما نحسلوش بزاف ولا. دونك كي نشوف هنا يعني يديا تنفخوا، نعرف نقول راني ندير غيتونسيون دو. اوكي دونك هنا راح نتكلموا على الملح. دونك الكميه تاع الملح لازم تستهلكوها بطريقه عقلانيه. كاين ناس بزاف يعني يحتبسوا كميه من الماء كبيره لانه يستهلكوا كميه كبيره من الاملاح. كاين ناس بزاف يحتبسوا كميه من الماء كبيره لانه يعني ما يرقدوش في الليل، اوكي، باسكو يا ان مونك دو سومي. الملح لازم، الصوديوم لازم في الجسم ديالنا، الصوديوم الجسم ديالنا يسحقه من اجل تقلص العضلات، لا كونتراكسيون مسكولار، من اجل عمل العصبونات، لو سيستيم نيرفو ديالنا لازم لو صوديوم، باسكو كاين هذاك لو غراديون تاع لي زيليكتروليت، سيتادير شتي هذوك الاشارات الكهربائيه اللي يتمشاو، دونك لازم لهم ان غراديون، اوكي. دونك هنا الملح لو كان صوديوم ما تاخذوش، السيستيم نيرفو ديالك ما يخدمش مليح، الاعصاب ديالنا ما يخدمش، الجهاز العصبي ما يخدمش مليح. دونك هذا الجسم ديالنا يحتاج الصوديوم، وكاع سمعتوا بمضخة الصوديوم والبوتاسيوم، لا بومب دو صوديوم بوتاسيوم، اللي هي عبارة عن يعني سي ان ايشونج اونتر شوارد الصوديوم والبوتاسيوم داخل والخارج الخلية، هي عبارة عن بروتينات ترونس مومبرانير. كي نقولوا بروتينات ترونس مومبرانير، هي عبارة عن بروتينات اللي راح يعني تخترق لا مومبران، تخترق الغشاء ولا تخترق المجال تاع الخليه، اوكي، لانه النواقل في الجسم ديالنا عندنا لي ترونس مومبرانير، عندنا بزاف كيما نقولوا حنا، كاين يعني اللي فيها يعني تخترق بالنصف برك، اوكي، بالنصف اللي تخلي زعما الشوارد تطيح منا، ومن بعد هذيك الدور تطيح منا. دونك ما حش نتكلموا عن النواقل تاع الشوارد تاعنا في الجسم ديالنا، لانه حاجه واحده اخرى قايتك. مي هنا هذه خليه البوتاسيوم والصوديوم، مضخه الصوديوم والبوتاسيوم، هي اللي تتدخل في عمليه يعني التقلص العضلي، ويعني والسيستيم نيرفو ديالنا يسحقها. دونك باش تقول لي ماشي انا ما نكونسوميش كاع الملح، ما تقدرش تعيش بلا ملح. لو كان دير ما تاخذش كاع الملح، الجسم ديالك راح يعاني، وراح يحكموك دي فيرتيج ولا حدوخ، ويقدر دير مام دي كونفيسيون، والجسم ديالك ما يخدمش مليح، يقدر مام قلبك يعيا ويصراو لك تعقيدات. لكن كميه تاع الملح اللي نكونسوميوها في لا جورني لازم ناخذوها بعين الاعتبار، لانه حنا في الاندستري وفي لا ريستوراسيون غروسو مودو يستعملوا الملح بصفه رهيبه
بصفة رهيبة في الريستوراسيون. الملح اللي يستعملوه بصفة رهيبة، تقول له أعطيني إسكالوب دو بولي، هذيك الإسكالوب دو بولي يضربها بواحد 10 غرام دو سال، هاك يضرب الملح يبدأ يطلص فيه من الفوق، باسكو هو عبارة عن مقوي من مقويات الذوق، يعني تجيك هذيك لا بون سونساسيون وتاكلها. لا بروف، كاين مياه معدنيه كي تشربوها تقولوا عليها مسوسه. بار اكزومبل، كون تشربوا لاله خديجه تلقاوها مسوسه، كون تشربوا تشربوا بسباسه مسوس، بوغلاز مسوس، لانه كميه الاملاح فيها ولا البقايا الجافه ما يديباسيش 200. لو كان تشربوا بار اكزومبل دوك عندي في يدي سعيده، ولا تشربوا قديله، ولا تشربوا حاجه اخرى تلقاوها شويه مالحه ويعجبكم لوغو، لانه مالحه. اوكي، لانه مالحه. الوغ كميه، كيفاش تعرفوا الكميه تاع الاملاح المعدنيه، كميه الاملاح الموجوده في 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 في, في الاميه المعدنيه تاعنا؟ تدخلوا هنايا ليتيكات من النور تلقاو مكتوب بقايا جافه. اوكي، هذه بار اكزومبل سعيده فيها قريب 478، كنت تروحوا لالا خديجه تلقاو فيها واحد 200، بوغلاز واقيلا 180، الله اعلم. دونك هنا كل ماء معدني، كل ماء معدني عنده كميه من الاملاح معينه. ما نقدروش نقولوا باللي الماء هذا مليح وهذا ماشي مليح. كاين الناس اللي ما يكونسوميش الملح يقدروا ياخذوا الاملاح المعدنيه من هذيك القرعه تاع الملح المعدني. كاين الناس اللي يشربوا بزاف لازم عليهم ياخذوا اونو ايبو 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 سالي، استادير كميه الملح فيها ماهيش كبيره. دونك حنا علينا التنويع، وابخي سا ديبون شحال كونسوميو الملح. اي دونك كاين الناس، دونك كاين الناس اللي شكون حبيت تتزوج؟ جو كرو انت راجل وراك لهنا تتبع في اللايف، راك خارج على الموضوع كاع، شغل حنا نتكلموا في امور ثقافيه علميه وكذا، ماكش تحس روحك غريب ولا تحس روحك يعني مش ما نقولوش كلام يعني جارح، نقدر نجرحك واقيلا في عمرك صغير انت يا موك مراهق ولا، وتقول هضر معايا بصفه رديئه. نورمال، يعني نتكلموا في العلم ونتكلموا في نمدوا في النصائح، وانت شكون حبيت تتزوج؟ هما امورهم يعلقوا بصفه صحيحه. شويه شويه احترام، تعلموا تعلموا، صافي با دير مراقه هذه كيما نقولوا بالدارجه تاعنا، ماهيش مراقه ماهيش قفازه. كون تي لونس هكذا ان كومونتير انسونسي انسونسي ما عنده حتى معنى، جا من نول باغ، طاح في مكان ماشي كاع بلاصتو، هاك غالط في لادريس خويا، هاك غالط في لادريس. تقدر تدخل في التيك توك وروح شوف الجماعه اللي تقدر تعلق لهم هكذا، تو سامبلومون احترم اوموا الموضوع اللي رانا نتكلموا فيه، ما علاقاش كاع. والله روح لعندها، هاي قالت لك هذيك عندي من تروح، سبحان الله وبحمده، لا اله الا الله محمد. عم بالهم ولا لي ريزو سوسيو هادو برك غير بوك برك، ادمر كيما يقول هذاك حبيبنا، ادمر برك، ادخل وادمر وخرط وضحك وقنبر وضيع وقتك. يلا روح ربي سهل عليك، شك تجي علينا هنا؟ سبحان الله وبحمده. فو سافوار ساريتي دون لا في، فو سافوار ساريتي، لازم الانسان يتعلم وكتاش يحبس، يتعلم خلاص يتعلمو. سبحان الله وبحمده، لا اله الا محمد رسول الله. ما هوش مشكل تعرفوا، انا ما تقيسنيش، ما عنديش مشكل، هذه نصيحه ولا تتبان لهم قفازه شغل. المهم تكلمنا قلنا باللي قلنا دركا كي تاخذوا كي ناخذوا يعني كي ناخذوا ان كونتيتي يعني دوك نهضر على لا ريتونسيون دو. دونك هنا الانسان يدير لا ريتونسيون دو، الاحتباس تاع الماء هذا على مستوى الخلايا. هذا الاحتباس لو كان كونسوميو كميه من الاملاح كبيره وبرينسيبالمون الصوديوم، الجسم ديالنا نو لو غازوز ماشي مليحه، باسكو فيها كميه من الصوديوم عاليه. اوكي عاليه، ما كانش احسن من الماء. اوكي، وحتى الماء تاع العنافيه تقدروا تشربوه. انا كاين ايام نشرب الماء المعدني، كاين ايام نشرب الحنفيه، وما تقولوا ليش في الجزائر الحنفيه، انا جامي شفت واحد مات بالماء تاع العين. اوكي، دونك اي لي تريتي، كاين دي تيست يديروهم فيزيكو شيميكي باكتيريولوجيك، اي اوتوماتيك لو ما يجيك الحنفيه يجي ماء يعني لو بوتانيك صالح للشرب، خاص قرمط. الوغ كي نديرو حنا، كي نديرو لا ريتونسيون دو، كي نكونسوميو بزاف الملح، وشنو هما العوامل اللي اثروا على يديروا لنا احتباس الماء؟ وشنو هما؟ لا سور كونسوماسيون تاع الملح،
الانسان اللي يستهلك كميه كبيره من الاملاح، ملح، تروح انت تاكل في لي ريستورون يستعملوا كميه كبيره من الاملاح يضربوك. حنايا على حساب لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي، الانسان لازم يكونسومي 5 ل 6 غرام ملح في النهار. لا كونسوماسيون تاع لي زاجيريان اوجوردي نقدروا نقولوا راه يتراوح بين 10 و 15 غرام، 3 ل 4 خطرات واش لازم نكونسوميو، وهذا الشيء راح ياثر عليك بصفه كبيره. اوكي، اي دونك جوكو هنا لازم تعرف باللي الملح نلقاوه عباره عن ماده حافظه. الملح كاين بزاف يستعملوه كماده حافظه. بكري كانت كي ديكوفراو الملح هذاك العام في العصور القديمه، كانوا الاشخاص اللي عندهم الملح يعتبر اللي اكتشفوا الملح ولا عندهم يعني مخبيين الملح يعتبرون من اقوى يعني من اقوى الحضارات. علاش؟ لانه كان الملح يستعمل من اجل يعني الحفظ، كما احنا نقولوا نقدوا اللحم. اليوم واحد يقدد اللحم يدي عمره بالملح ويخليه يتقدد، يعني الملح يخليك تخبي الاكل يعني مده اطول. والملح كان يستعمل ك يعني ماده حافظه، واليوم الملح يستعمل في الاندستري اغرو اليمونتير كماده حافظه يستعملوه. تروح انت تشوف تشري باطا تاع 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 باطا تاع جو سي با تاع معلبات ولا هذوك المعلبات لي كونسيرف كاع معمرين بالملح. سي دي برودوي ايبر سالي، ماشي يخليو لا دوغي دي، وهذيك ما تخبيها لا فريجيدير ني ريان جوتو، تحطها في السخانه ليها لربي وما تفسدش. جامي قلت كيفاش انا اللحم نخليه في الطريق في وسمو وجامي يفسد. اوكي، دونك جوكو هنايا الانسان لازم يعرف الكميه. تروح للريستورون تقول له اعطيني اسكالوب دو بولي، هو شوف هذيك اسكالوب دو بولي مرمدها بالملح ويمدها لك. انت تقول بلي راني ناكل هيلثي، مانيش راني بصح مانيش نشيان، مي نو راك تضرب في كميه تاع الملح كبيره بزاف. وما تنساش بلي الماء يكون كميه كبيره من الجسم ديالنا. اوكي، مالغري سيل تاع هيمالايا اي تو سا سي ميو، مي كيف كيف سي لا كونتيتي تكبر سي تكبر، حتى لي سيل قايتك اوكي كاع فيهم دونك اللي فيهم الصوديوم اوتوماتيكمون. دونك لازم علينا الملح يستعملوه في كل الاشياء، في كل المواد الغذائيه، ماشي يديروا عمليه الحفظ. اوكي، دونك قلنا باللي لا سور كونسوماسيون تاع الملح لازم تحسب بعين الاعتبار الكميه. تشرب انت باغ اكزومبل قديله، تشرب 3 لترات قديله وهي فيها ديجا 500 قديله جو كوا 500، اي دونك جو كو شحال راك ضارب في قديله برك. فوز ايماجيني تزيد انت تا سيزوني شويه لماكلتك، زيد تضرب كونسيرف تلقى روحك ديباسيت لي سي ديالك شحال. هادشي يخليك دير احتباس في الماء. هما يديروا الاكل الملح يديروا به البنه ويديروا به يحفظوا به المواد. دونك هنا قلنا باللي العامل الاول تبعوا معايا لا سور كونسوماسيون تاع الملح، كاين حامل اونترينمون هذا لا سور كونسوماسيون تاع الملح. ثاني شيء هو اللي يدير لك احتباس الماء، وجد مهم يعني الكورتيزول. الناس اللي تشرب بزاف قهوه، الناس اللي مقلقه بزاف، الناس اللي ياخذوا لي كورتيكويد، شكي تروح عند الطبيب يمد لك لي كورتيكويد تبداك تقول اه دوك نسمان دوك ندير ريتونسيون دو، كي تشرب لي كورتيكويد. لي كورتيكويد سي الكورتيزول، سي براتيكمون سي دو ميديكامون. الكورتيزول هو هرمون التوتر، لهرمون دو ستريس اللي يتليبيرا من لي سورينال سي الغده الكظريه نورمالمون، الغده الكظريه بالعربيه. دونك يجي فوق لي غان، شغل حبه تاع فول حبه تاع لوبيا تجي فوق الكليتين تاعنا لي سورينال، وهي المسؤوله عن يعني برينسيبالمون عن افراز هرمون الكورتيزول. الانسان كل ما يتقلق اكثر يستريسا، كل ما يدير اوكي كل ما يليبيري بلوس الكورتيزول. ربي يحفظك يويو. الوغ دونك كي تليبيري انت بلوس الكورتيزول دونك معروف عليه باللي يخلي يدير لك لا ريتونسيون باسكو ديجا هو تاني يخلي تان الصوديوم يبقى داخل الخليه. دونك الكورتيزول يزيد لك، انت كون ستريسي بزاف تزيد لك. كاينه حاجه جد مهمه هذه قولوا لي ليها، اسكو كي تروح اليوم كي تروح للقهوه تشرب قهوه بون ماشي في الحومه تاع كوبلي هذيك خفيف ظريف، شغل زعما كي تروح دون زان اندغوا وين تو تاتاب ساجير تقعد قهوه تقعد لها، يعطيو لك ان كافي واش يزيدوا لك معاه؟ يزيدوا لك طرعامه. سي فغي او با كونفيرميو لي.
اسكو سي فري او با كي يعطيو لك هذا بوك تشرب قهوه برك هذيك فيها قهوه اسكو كي تشرب قهوه يزيدوا لك قرعامه الوغ في لي زوتيل ما فيهاش كاع شك تروح للوتيل يعطي لك كاس قهوه وقرعامه اوبليغاتوار علاش على خاطر القهوه سي تان ديوريتيك كي تشرب القهوه راح تفقد الماء اوكي راح تفقد الماء وكي تفقد الماء تعطش لازم تعاود تخبي الماء اوكي اي دونك جوكو لازم تشرب الماء لكن لا سور كونسوماسيون شوفوا هنا تبعوا مليح انت كون تشرب هنايا فنجال فيه ميم با فيه 50 مليلتر زعما الونجي 50 مليلتر تاع قهوه سو ني با ان بروبليم سو ني با ان بروبليم لكن لو كان تشرب ان كافي تشرب بزاف كافي في لا جورني تشرب انت تضرب فيها بول صباح هكا بول العشيه تضرب حتى 500 ميل تضرب 500 مليلتر تاع قهوه في لا جورني اوتوماتيكمون هنا ما نوليوش نهضروا على لو كافي وحدو ديوريتيك حنا نهضروا على الكورتيزول القهوه تحفز هرمون الكورتيزول باسكو سي ان برودوي الناس ياخذوه بور لو ستريس كي تكونسوميها بزاف راح تحفز انت باش تكالمي لو ستريس هذاك ستريس كالميه بلا ليبيراسيون تاع الكورتيزول الكورتيزول كي تليبيرا لي زامي اوتوماتيكمون راح دير ان ريتونسيون دو دونك لو كافي ا دي كونتيتي صغار تاخذ ديوريتيك لا بروف لا بروف هادي ديزولي يا ديزولي مي لا بروف انت الصباح غير تشرب قهوه كي تنوضوا الصباح تكونوا علاش صباح نقول صباح باسكو الصباح ابخي لي 8 اور دو سوماي كي تكونوا راقدين العمليات الهضم تكون تمشي 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 تسمى يكون المعي الغليظ ديالك معمر الو غير تضرب القهوه هذيك ولا القهوه حليب لا شين على السانيتير في القهوه برا بارتو لازم عليك تدخل لي سانيتير باسكو كاين عده امور اللي اثروا على هذا الشيء اولا القهوه هي عباره عن منشط وهذا المنشط راح يحفز لي زانتيستان تاعنا راح يديروا تقلصات اليه راح يديروا سكون ابل لي كونتراكسيون بيريستالتيك الامعاء ديالنا يخدموا انفولونتيرمون يخدموا لا اراديا اكم رياح الامعاء راهم يدفعوا في الاكل وفي الديشي في الديشي في الديشي اوكي فوالا لازيليكس لاكزاتيف دونك هنا الامعاء راهم يديروا في لي كونتراكسيون بيريستالتيك اوتوماتيكمون الاكل راح يندفع نحو يعني لا ليبيراسيون تحرير وتزيد انت تضرب قهوه تنشط لك وتزيد انت يعني تضرب الصباع غير تضرب القهوه تحب تروح لي سانيتير تجري لانه تنشط لك هنايا وسينو تروح ديريكتومون كي تشرب قهوه وتشرب الماء تحب ديريكت تروح يعني دير تبول تجيك ديريكتومون تشرب يعني قهوه موراها ما تشربها ما تطولش بزاف تروح تحب تروح لي سانيتير باسكو سي تان ديوريتيك لانه هو مذرات البوله مذرات البوله وعلى بالكم باللي لي ديوريتيك هادوما ولا مذرات البوله كاينين دي ميديكامون مذرات للبوله اوكي هاد المذرات البوله ماشي ملاح تكونسوميهم وكاين بزاف لي زاتلات اللي يديروا البودي بيلدينغ ماشي ينشفوا في التنشيف يضربوا لي ديوريتيك ماشي بكري كانت كاينه مودوريتيك سي سا نورمالمون انا كي كنت نخدم في لا فارماسي باسكو جي ترافاي بوندون 5 او 6 اون كي كنت نقرا دون اون فارماسي لا فارماسي باي اللي نحييها في الجي سونتر دي دوش كان كاين مودوريتيك جو كرو كاين دي جينيريك سي مذرات البوله هاد مذرات البوله صحاب البو دو بيلدينغ ياخذوهم ماشي يخرجوا الماء من الجسم ديالهم ماشي تبان لهم لا ديفينيسيون موسكولير ماش يعني الجسم ديالهم يتطراسا كيما نقولوا انا ولكن هنا كاين مشكل المشكل هنا سي هو خرجنا على الموضوع شويه مي معليش المشكل يكمن في انه القلب عباره عن عضله الميوكارد القلب عباره عن عضله وكم القلب عباره عن راح يتاثر بهذه مدرات البوله يقدر يعني يفقد كميه من الماء وهذا الشيء راح ياثر عليك وياثر على الجسم ديالك ويقدر يعني الخلايا ديالك يعني في الجسم ديالك تفقد كميه من الماء كبيره يصير لك مشاكل كبار اوكي راح تفقد ويعني تفقد قدر الماء اللي تفقده تفقد معاه بزاف سوائل تفقد معاه بزاف مشاكل
وهنا تقدر يعني الصحه ديالك تكون معرضه. دونك هذه الامور ما تشقاش كاع الدور جهتها، ما تشقاش كاع الدور جهتها. راح نتكلموا يعني نوجد في مواضيع ان شاء الله، نتكلموا على المنشطات واللي في تاع المنشطات وكل الاشياء. اوكي فوالا. دونك جوكو قلنا باللي لا سور كونسوماسيون تاع القهوه ماشي مليحه. فوالا دونك شنو هما؟ الاول شيء قلنا لا ريتونسيون دو، لا سور كونسوماسيون تاع لو سيل، لو ستريس كرونيك. انسان لي ستريسي بزاف كرونيك، وشنو هو لو ستريس كرونيك؟ ماشي دوكا انايا دوكا زعما هضر واحد تقلقت كدايا ستريسيت شويه هنا ما نديرش ريتونسيون دو. مي الا كان انا جو في دون ان ستريس كرونيك، طبيعه العمل ديالي تقلق وتوترني كل يوم، والتوتر ما يحبسش لا صباح العشيه. لكان راني يعني عندي حاجه مصدر يوترني بصفه رهيبه، هذا لو ستريس كرونيك هذا يخليك راح تليبيري الكورتيزول بصفه يعني دائمه، وهذا الشيء راح ياثر على الجسم ديالك بصفه رهيبه، لانه لو ستريس راح ياثر عليك يعني في عده مستويات. راح تفشل، راح شعرك يطير، راح الجسم ديالك يولي ضعيف، سكون ابل الجسم ديالك راح يولي عندك هادو سكون ابل دي راديكو ليبر. اوكي ولي راديكو ليبر غادي ياثروا، يقدر تمرض يدير لك لو كونسير بعيد الشر، لانه لو كونسير سي كوا سي اون ديفيزيون، سي تادير سي اون ديفيزيون تاع خليه من الخلايا اللي بطريقه غير عاديه بلا ما نكونتروليوها حنا وحدها تاخذ وسمو، وماشي مليح لو ستريس. نقول لك علاش لو ستريس، باسكو هنا اون بروفوك لي راديكو ليبر الجذور المطلقه. سي بور سا اليوم يقول لك خذوا لي زونتي اوكسيدون مضادات الاكسده. من مستحيل تاخذ مضادات اكسده كافيه في اليوم ديالك، لانه رانا نعيشوا ضغط رهيب. هذه راديكو ليبر الجذور المطلقه هي عباره عن جزيئه اللي في المدار الاخير الالكترونات تاعها ماهيش مشبعه. كي تكون ماشي مشبعه واش دير؟ هي كي ماهيش مشبعه ماهيش ستابل، ما تقدرش تعيش هكذاك، لازم تشبعها. واش دير؟ تسرق الكترونات، تسرق الكترونات للخلايا اخرى، سي دي راديكو ليبر. ومن بعد هي كي تسرق الاخرى تولي ديزيكيليبري، وتحب هي تسرق اي تو سام، من بعد تتكون بطريقه غير عاديه. سي بور سا لو ستريس ماشي مليح، لي راديكو ليبر ماشي مليح، والتلوث ماشي مليح، والماكله هذيك الخامجه هذيك تاع الفحم والشوا كل يوم نقولوا ماشي مليح. سي بور سا دونك الانسان لازم ياخذ هادو بعين الاعتبار. دونك قلنا لو ستريس كرونيك، وثاني ليبيري الكورتيزول. اوكي voilà le cortisol. Donc on a, c'est pas bien de vivre un stress chronique, ça va tuer le corps dialectique et ça va affaiblir énormément le système immunitaire dialectique, le jihaz, le mana'i dialectique, كل الامراض راح تتمكن منك، كل الامراض راح تتمكن منك، وراح تلقى روحك دائما عيان وفشلان وما قادرش تمشي وما قادر دير والو وما تقدرش ميم با تفكر، توجور عيان، عندك مشكل صغير ما تقدرش تفكر فيه. الوغ لا مش تستف انت المشاكل ديالك وتلقى لها الحلول وتقول هذا اليوم المبدا. علاش الناس ما يقدرش يفريش غالات وعنده مشكل قدر هكذا يقول لك الدراري هبلوني. بار كونتر تلقى وحده ولا واحد مربي دراري في بلاصتهم، يخدم خدمه في بلاصتهم داير، لانه هذاك يعني لو سيستيم ديالو اللي افيبلي، هو راهو منهار ما عندوش القوه وما عندوش الطاقه باش يقدر يواجه هذا التركيز ويوجه التفكير ديالو، لانه الجسم ديالو يعيش مرحله من الانهيار. كاين بزاف لي ستريس، هذا الانسان جامي ياخذ يعني اكل جيد اللي يخلي لي فيه لي زونتي اوكسيدون مضادات الاكسده اللي يخلي الجسم ديالو يستعملها، ماشي يقدر يعاود يديمار روحه. جامي هذا الشخص هذايا تلقاه يروح يدير نشاط رياضي ويرفه على نفسه ويخرج، عايش في قوقعه الاكل والشرب. صدقوني مقبل دخلت الان ريستورون لهنايا كليت، كيما درت لكم التجربه هذيك تاع لي بات في سبيل العلم. الوغ صدقوني غير كنت انا قريب الوحيد، وكانوا زوج بنات ملهيه، وكانت مرا وليدها ملهيه، مي براتيكمون يافي 12 بيرسون ياكلوا ويضربوا في الشيشه، ياكلوا ويشيشوا او ميم طون. ديجا لا بروميير دي شوز هاد الشيشه لازم نتكلموا عليها. اول شيء انا الحاجه اللي ما نفهمهاش في الشيشه هذه، شيشه فيها تيو، انا ما نعرفلهاش مليح بصح ندير عليها ريشيرش، فيها تيو. التيو هذاك من بعد يجيب لك العبسه هذيك ويدير لك لوغو من الفوق ويجمر لك وصوالح. اول شيء اللي روماركيتو في الشيشه، هذاك اللي يجيب لك الشيشه ما عباليش عندهم عفسه شغل يشعلها ولا لا فوا باسي، شفت هذاك لو سيرفور اللي جاب الشيشه حطها له حكمها بدا يدير لها
نشعلها له شغل وبعد مد له هو يشيش وفمك والبزاق والبكتيري ولا ريسبيراسيون والمرض اللي في لي بومو ديالك هذا كون جا عنده تيوبركيلوز استون كاع يروح تيوبركيلوز عندنا زهر رانا مفاكسينيين صدقوني غير سخنها له عطاها له الاخر دار هذا السيرفور والتيو هذاك زعما ديزانفكتيوه الترسبات راهم داخل التيو هذيك يا الله ربي يستر لا ما ندير الشيشه في سبيل العلم ولا ما نديرها راك تيماجيني لداخل الشيشه هذيك واش عاشت انت كي دير عبالك تطلع وتحبط راح تريق من الاخر اكسكوزي موي ديزولي وحشاكم راح تريق في الشيشه هذيك الريق ديالك يحبط وينشف ما نقدرش نشيش مستحيل كيفاش تقدر تاكسبتي شيشه رنقيله اللي يجي يشيشها وزعما راح ديزانفيكتي يا حي حنا المعان ما نغسلوهمش حنا المعان ربي يحفظك ليلى ما نحفظ نجي سخن له يعطي له شيش كان لي شيشو كيف كيف اون بلوس لا فابور اللي دخلها مي سي 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 فو مرض نتايا دخل اون فابور توكسيك برودوي اندستريال توكسيك دخلها لي بومو تاعك سي بير كو الدخان ميل فوا باينه بلا ما تكومباريها او موان سيجاريت يا خويا وحدي ونرمي واحد ما ريق فيه اي دونك جوكو حل يكون انسان عاقل شويه لازم يكون عاقل شويه علاش ديروها في الليل في الملاهي في الاخر الليليه هكذا هذيك دي جايه كاع راه تما راهي الغبره دير حالها مي ديزولي بور لو مو مي ماشي انت ديرها في ريستورون تشيش وتاكل والله العظيم غير تشيش وياكل ديزولي الا كاين صحابي ريستورون عندهم الشيشه شوي ديزولي مي ما نقدرش لا دونك جوكو هنا هاد الانسان راه عايش مرحله من لو ستريس وهاد الامور كلها الشيشه وهاد الصوالح تاثر لك على الجسم ديالك الجسم ديالك راح ينهار وهذا الانهيار هذا راح يخلي كل الامراض تتمكن منك كل الامراض وما تقدرش يعني الجسم ديالك وتفكيرك كلهم هادو راح يكونوا يعني معرضين ما تقدرش تستف خدمتك ما تقدرش تريقلي ما تقدرش تخمم نورمال ما تقدرش تاخذ لا بون ديسيزيون اخرج روح من داك ديال غوندوني في الغابه امشي برك في الغابه روح من داك دير ان سيونس دو سبور روح من داك جو سي با خرج مع صحابك كهدر بزاف صوالح ديرهم اوكي فوالا والله غير عندك الحق حليمه نولي للموضوع نرجعوا لي زامي لا كورونا ماشي راهي الدول كورونا عايشه معانا نورمال ما كورونا عايشه اللي راكم مرض كاع كورونا ما تقوليش كاع كليماتيزور ولا لا غريب المهم دركا نرجعوا للاشياء اللي دينا ريتونسيون دو لا سور كونسوماسيون تاع الملح لو ستريس كرونيك لي ميديكامون لي كورتيكويد اللي لا غالب لازم ناخذوهم اوكي يعطيهم لكم الطبيب هنا واش دير لي اوتوماتيكمون اللي ياخذوا لي كورتيكويد الطبيب يقول لهم نقصوا الملح ماكسيموم اوكي دونك الملح ماكسيموم فوالا دونك هذا اللي يديروا لا ريتونسيون دو لا سور كونسوماسيون لا كونسوماسيون كبيره تاع لو كافي اوكي و لي زونتي ستريس باسكو الكافي سي انتي ستريس دونك كيفاش انتي ستريس راح يبروفوكي لا ليبراسيون تاع الكورتيزول والكورتيزول هو هرمون التوتر اوكي دونك هذا ساجير امر اخر اللي يديرنا ساجير يديرنا لا ريتونسيون دو هاد الامور كاع راح يديرنا اون ريتونسيون دو اوكي ان كونساي بور اليميني لو ستريس دليلا اعطيني وشنو هو لو ستريس ديالك راكي عايشاتو ا كوز دو كوا دو لي برينسيپا غراف ما فهمتش دو لي برينسيپا غراف وشنو هو لا سورس دو ستريس الوغ دوكا بور اليميني اون سورس دو ستريس كونت اون بارل نقولو ان ستريس كرونيك اوكي وشنو دو لي برينسيپا غراف ما فهمتش الوغ لو ستريس كرونيك لي زامي كاين عامل انسان كل يوم يعمل ومستريسي كاين انسان يخدم الفيد سي با ان بروبليم
عمر الفيديو ديالك، ما روح تخدم، دير فورماسيون، اخدم اونلاين، دير فيديوهات كيما انا، روح لموضوع معين وتكلم فيه. اوكي الوغ لو ستريس كرونيك باغ اكزومبل، نعطيكم ان اكزومبل ساهل. انا زعما نسكن في منطقه ونخدم في منطقه اخرى، وكل يوم الصباح لازم يكون 8 في البيرو، ولازم عليا نضرب ساعه ونص بالطوموبيل باش نلحق في السيركولاسيون ولا في البوس. وكي نكون في البوس كل يوم شغل نتوتر من هذيك الطريق، سورتو كي تتغلق، سورتو كي تكون تمشي وتتغلق، ونزيد العشيه نضرب زوج سوايع ثلاث سوايع باش نزيد نلحق للدار مستريسي، وفي لا جورني دونك مقلق. هذا ستانس كرونيك. الحل وين راه؟ نبدل الخدمه يا خويا، نبدل الخدمه ولا نرحل نخدم وين قريب. كاين ستريس كرونيك محتم، كاين انسان يستريسيك وراك عايش مشاكل معاه يتوسا في المنزل كذا، هنايا الانسان لازم يلقى الحلول. لكن كي تكون طبيعه عمل مستريسيك، كي تكون امر كيما ترونسبور يستريسيك، كي يكون يعني تخدم حاجه فيها ريسك تستريسيك، طبيعه عملك فيها بزاف، هنا يا خويا بدل خدمه ولا نقص خدمه، سي با بيان. اوكي فوالا. اوكي دونك دو كو دوكا كومون اون اليمين اي فو كون سوا لوجيك لي زامي في الدنيا هذه. الانسان لازم يكون بيركوتون، لازم يكون كيما نقولوا حنا، يكون بالعربيه لازم يكون يعني يضرب يجيب، ما تضيعش الوقت. دولي بران سي با غراف بور لو كور هيومان، نو لو دولي بران سي ايفيتي. Doliprane, c'est pas bien. Doliprane, c'est un produit qui est très toxique. Les médicaments, gars, ils sont toxiques. C'est ce qu'on appelle des drogues. Et les médicaments, surtout Doliprane, c'est le produit le plus néfaste pour les poumons. Pardonnez-moi, pour le foie. Si on consomme tous les jours Doliprane, et si on dépasse une quantité de 5 grammes par jour, le foie terna rah lésion. راح نفقدو يعني اللي اسمه نفقدو يعني لا فونكسيون هيباتيك، والكبده تاعنا راح تمرض. من بين لي سيمبتوم هذيك نقدروا عباك نقدروا تصرا لنا اون استاجير، اون بو افوار دي بروبليم لا سور كونسوماسيون تاع دوليبران. كاين الناس زعما تحكموا درستو بوندون 5 ايام ولا 6 ايام يضرب فيها 6 غرام 7 غرام، صدقني غير الكبده تاعك راح تتهبل. Faites attention Doliprane, c'est un produit cancérigène qui peut provoquer le cancer. C'est un produit qui est très 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 néfaste pour les change Rochane, change de médicament, change, il faut voir le médecin. Darbe migrazen ou la mabesh, mais Doliprane surtout pas. Doliprane surtout pas. Doliprane يأثر لك على الكبده ديالك نورمالمون. دوكا تروحي تشوفي لي زالات، ديري لي زاناليز تاع لو بيلون هيباتيك ديالك. تشوفي لي زالات ديالك وجو كوا عطيت لكم هذا لو تيست. Alors, il a quand consommé tous les jours, dépassé les 3 grammes, 4 grammes, 5 grammes pendant 4 jours, 5 jours, ça va être sincèrement très, très, très difficile. Donc, voilà les amis. Donc, je voulais faire Hana, comme Hadouma, Achia, l'idée de la rétention d'eau. وهنا تقدر الوزن ديالك ما يتبدلش، تقدر تحس روحك راك مخبي الماء، الجسم ديالك يتنفخ، يديك يتنفخوا، ويصير لك مشاكل كبيره. اوكي Alors les amis, نقول لكم ربي يحفظكم ان شاء الله، ميرسي دو مافوار توليري، بالتوفيق ان شاء الله، ونشوفكم في موضوع اخر ان شاء الله. يلا السلام عليكم، تشاو تشاو.